وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. بداية، من جديد يقر التحالف الدولي أنه قام بقتل مدنيين في العراق، كيف تقرؤون هذا الاعتراف وما مدى أهمية توقيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حياكم. يوما بعد آخر يتكشف حجم الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية ومن تحالف معهم في العراق ضد الأبرياء من العراقيين. طيلة السنوات الماضية ظهرت العديد من الأدلة التي تثبت وحشية الاحتلال الأمريكي، منها ما جرى في ساحة المسوح، منها ما جرى في سجن أبو غريب، منها ما جرى بحق الشهيدة الجنابي عبير الجنابي والكثير، وفي سامراء حصلت جرائم، وفي تلعفة، وفي ديالة، وفي مجزرة حديثة التي أشار إليها تقريركم قبل قليل. طيب، يعني هناك الكثير من الاعترافات بهذا الخصوص، وصل الرقم إلى 883 مدني قتل نتيجة غارات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. ما الذي قدمته هذه الاعترافات كي يزيد هذا الاعتراف من الأمر؟ وهل يمكن يعني برأيكم ملاحقة قادة دول التحالف نتيجة هذه الاعترافات أم لا؟ لو كانت لدى العراق دولة أو حكومة حريصة على مصالح شعبه لا تولت رفع الدعاوى القضائية لاستحصال حقوق مواطنيها من الغزاة الأمريكان، ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا والذين يتحكمون بالعراق هم من جاء بهم الاحتلال ومن نصبهم على رقاب العراقيين ليواصلوا مسلسل تدميره وتدمير العراق وقتل شعبه ونهب ثرواته. يعني لو توفرت الجهة الوطنية الحريصة على مصالح الشعب لا أمكن التوجه إلى المحاكم الدولية ورفع دعاوى. طيب، ضد الغزاة الأمريكية. المخابرات الأمريكية تعترف بعدم شرعية الغزو الأمريكي للعراق، مؤكدة أنها استندت لمعلومات من مصادر تبين أنها خاطئة. يعني كيف سيعود هذا الأمر بالنفع على العراقيين وعلى العراق؟ هذا أيضا مرتبط مدى وطنية وحرص الجهة التي تتولى الأمر في العراق، ومعروف أن هؤلاء العملاء الذين يتحكمون بالشأن العراقي الآن هم من كانوا يزودون يعني قوات إدارة الغزو والاحتلال، الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية أيضا كانوا يزودونها بمعلومات مضللة، والجميع يعرف أنها كانت معلومات مضللة. المخابرات المركزية نفسها اعترفت قبل ذلك بالكثير من التضليل الذي مورس قصدا وليس خطأ. العراق في العهد الوطني هذا كل التصريحات التي كانت تصدر من قيادته ومن مسؤوليه، وفي مقدمة من نذكر في هذا الاتجاه وزير خارجية العراق الدكتور ناجي صدري الحديثي الذي أعلن من منبر الأمم المتحدة خلو العراق. طيب، من أسلحة الدمار الشامل، لكن إدارة الشر الأمريكية والبريطانية ومن حالف معها كانت مصرة على غزو واحتلال العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.